لا ما في شيء خطير، بالكثير الظهر بيطالعوه من هون. شكرا لك علي رضا. ليك الشباب موجودين بالمحل وانا رح ضل هون هلا، وانتوا روحوا شوفوا شغلكم بابا. علي رضا لا كتير تلح عليه لانه بابا حابب يضل لحاله كمان. سيد حسين كتير تعبان ما نام طول الليل امبارح، ما شايفه تحت عيونه؟ انا رح ضل هون. لا لانه انت هيك رح تتعذب. ما بيصير، بنتك لسه واصله امبارح، تركتيها وجايه لهون. لا ما في مشكله، هي هلا مبسوطه مع اولادها، خلص روحوا ما تاكلوا هم. طيب خبرونا شو بصير معكم. خجلتينا والله، اذا صار شيء خبرونا فعلا. بالاذن بالكم. احكي لي الحقيقه، شو اللي صاير وهو شو اللي حكى؟ انا ما حكيت معه ولا سالته، من امبارح هو بغيبوبه. لا يكون اكل شيء خبطه على راسه. ما بعرف، نستنى لنشوف نتائج التحليل. طيب مين اللي كان معه بوقتها؟ بلكي بيقول كيف صار هذا الحادث. انا ما بعرف اي شيء ابدا ولا شيء. يا الله دخيلك، يا ربي ساعدنا. صباح الخير، وينكن يا عصافير؟ سهيل لساتك نايم يا ماما؟ وين سيما؟ مرحبا ماما. أهلين حبيبة قلب الماما، دخيله أنا هالوش الحلو النظيف. شوفي رجال البيت اللي لساته نايم لهلأ، هذا دائما بينام هيك؟ لا هو اليوم نايم زيادة غير كل مرة بقى؟ يعني افترضي يكون عندك مدرسة، ما رح تحبي تروحي ورح تضلي نايمة. على قولتك معك حق. خلص بكفي سهيل، بدنا نفطر. جبت خبز تاسع، يلا تعال على المطبخ. ايه ماشي، انتوا روحوا هلا بالحقهم. والله غريب كتير يا استاذ، على حد علمي ابنك مو شغل هيك قصص وماله بهي السهرات بالمره. ما بعرف شو بدي اقول لك يا دكتور، انا كمان كتير مستغرب مثلك. عفوا على الاسئله المحرجه بس مضطر اسال، ابنك بيتعاطى شيء؟ بقصد نوع من المخدرات. شو؟ حبوب، أبر، أي نوع؟ تعرف عن هالموضوع شي؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه يا دكتور؟ يا ريت ما كنت بعرفك لأنه كنت حكيت معك براحة أكتر. ليش شوفي؟ سيد شهرام، سيد عسكري، شو مالك بالبيت؟ حسين تعال قوم، يلا فاق. لك شو بك انت، ليش عم تضرب الصبي بهي الطريقه؟
لسه صحي من غيبوبته. شو صار؟ خرازو لها، خرازو ما تحكي ولا كلمة. اهدى شوي، شو بك؟ شو اللي صاير هون؟ هي مشفى، تفضل لبرا يلا. إذا بتريد سكر الباب وراك، تفضل وسكر الباب وراك لو سمحت. ما تضايق حالك خالتي. شو صاير معك؟ عم تشكي من أي مشكلة؟ عم أحكي معك يا سيد. شو عامل الصبي حتى ضربته هيك؟ ما في شي، ما في شي. طيب شو اللي قاله الدكتور؟ نيرة خلصنا، روحي من هون. روح من هون مشان ترجع تضربه مرة تانية؟ خلص ما تخافي، ما راح أضربه. بدك تقول ليش ضربته ولا لا؟ هلا أنت بدك تضلي هون لتسأليني وتوتريني؟ روحي قلت لك. هيك لكن. شارام عسكري، فوت لحالك لجوا. دكتورنا فوت، إجا دورك. شهرام عسكري. طيب شو عندك شي تحكي هلا؟ شو بدي أقول يا سيدي؟ مبارح شو كنت عم تعمل بالسهرة؟ ولا شي يا سيدي، كنت بالغرفة من أول السهرة لآخرها وما اختلطت بالبقية، حتى لما اجت الشرطة شافوني بالغرفة يسألون. ليش عناصرنا كانت من أول السهرة لآخرها؟ لأنه أنا كان عم يوجعني راسي وما كان إلي خلق على عجقة لهيك. ما قلت لهم يخففوا صوت الموسيقى وأنه الجيران بينزعجوا بنص الليل؟ إذا أنتوا بدكم تنبسطوا وتكيفوا، الجيران شو ذنبهم؟ بس أنا ما كنت منتبه على الوقت، كنت تعبان كتير. ليش؟ أنت شو عم تتعطى؟ ولا شي، أنا ما بتعاطى شي سيدي. لكن هديك الإبرة ما كانت إلك؟ المخدرات اللي معك لمين؟ كمان مو إلك؟ عندك طابو؟ طابو شو؟ رح نطلعكم بسندات كفالة، إذا عندك طابو بيت جيبه ليجي دورك بالمحكمة. أي طابو يا سيدي؟ أنا ساكن ببيت، بيت بالأجار. معناها بتروح على السجن وشوف لك شي حدا يطلعك بسند كفالة. وإذا ما لقيت حدا يساعدني لأمتى بضل بالسجن؟ بتضل لوقت المحكمة تصدر حكم عليك. انتو ما فيكم تصدروا حكم؟ هون النيابة العامة، ملفك بيروح على المحكمة وهنيك الحكم. خدوا على السجن وعطي هاي الورقة لمدير المكتب. حاضر. دخيلك يا سيدي ساعدني، أنا حياتي كلها رح تتدمر بهاي الطريقة. الشغلة مو بإيدي، المخدرات اللي معك بتاخد حكم أكتر من شهر. يعني قدي يا سيدي؟ بالمحكمة بتعرف. دخيلك ساعدني. أنا ما دخلني، المحكمة بتحدد لك حكمك. يا سيد اهدى لو سمحت واحكي بصوت واطي كمان، لا تنسى انك هون بمستشفى وفي 100 مريض غيرك بالقسم. معناتها خلوني اروح لحتى ترتاحوا مني. مو بايدي الشغله، الطبيب هو اللي لازم يسمح لك بهالشيء. وينه الطبيب هلا؟ رح يجي، هو بغرفه العمليات. حس انه ما في حدا واثق فيني بالمره، حتى جو البيت، البابا والماما واخواتي هنن الوحيدين اللي بيقرروا. طيب وأنا شو أعمل لكن؟ عبالي إلهم إنه أنا كمان عندي أحلامي. طيب حكيتي لهم هالحكي قبل هالمرة؟ ما في مجال، أنت ما بتعرفي عائلتنا كيف بتفكر. نحن حتى ما فينا نقعد مع بعضنا نحكي بأي شيء، خاصة مع ماما وبابا. طيب خلينا نفترض انه الكل وثق فيكي وخلوكي انت اللي تاخدي القرار لحالك بدون رأيهم، اي فرع رح تختاري؟ ولا فرع. كيف يعني؟ ما بعرف ليه الكل بيفكر انه لنصير محظوظين لازم ندرس وانه لازم نروح على الجامعة. بلكي في حدا بيلاقي مستقبله بغير طريقة. مثل شو؟ انا حابة اتزوج، حابة اني اعمل عيلة ويصير عندي ولاد. هيك لك. عفواً بس لحظة لجاوب ضروري، بس لحظة. أيوة أهلين، وأنت كيفك كيوان؟ شو صحيت وصرت أحسن؟ أنا هلأ بالشغل، فينا نحكي بعد شوي. ليش شو صاير؟ شو؟ يا سلام، شوفوا شو عاملين ولادي، كل الوقت حاطين روسكم بالتاب والموبايل. أنسة سيما، مو على أساس جاي أمك ما هيك؟ طيب ماما شو بدنا نعمل؟ شي شغلة فيها حركة وتغيير جو، ما
مثلاً أنتوا بتلعبوا أي نوع من الرياضة؟ بس نحن والرياضة ما لنا صحاب أبداً. وشو معناته هذا الحكي؟ كيف يعني مو صحاب؟ يعني أنا بفضل أنه أرجع وكمل نوم الظهر مرة تانية. قوم يا تنبال. بعتقد أنه هاي الماما نيرة رجعت. رايحة أفتح الباب. روحي. شو مين هذا؟ بعدي. لا تعملي هيك هلا بخسر. مرحبا. شو صاير؟ شو صاير؟ انتوا اللي جبتوني لهون وما حدا عم يسألني شبك، وفوق هيك ما بتخلوني روح بحال سبيلي كمان. انا والبابا جبناك على المستشفى لانه ما بنعرف شو مخبص بهديك السهرة لحتى كان مغمى عليك. انتوا مبارح رحتوا على هديك السهرة؟ ايه، بس البابا فات لجوا، المسكين حملك حمل لحتى طالعك منها. وهو من وين عرف؟ مين اللي خبره ان هنيك بقى؟ شو بتفرق يعني؟ هاي بدل ما تخجل من حالك وتكسر عينك عن جد اللي استحوا ماتوا فعلا. ليش انا شو عامل لحتى اخجل؟ بكون ارتكبت ذنب اذا طلعت بعد كم سنه مع رفقاتي على شي سهره منشان غير جو يعني؟ بعدين كثير كان ضروري انه ابي يضربني كف قدام خالتي. البابا ضربك كف؟ ايه انا اللي ضربته. يلا انت الثانيه اعطينا محاضرات بعلم النفس لشوف انه ابي مو هيك لازم الواحد يتعامل مع ابنه. قال اذا كبر ابنك خاوي حتى لو غلطان. ليش انا بشو غلطت؟ كيوان انت سكوت، بكفي تتغاب علي. منيح اللي مسكت حالي وما ضربتك غير كف واحد بس، كان لازم. بابا هدي شوي. لا لحظه شوي، لحظه، كان لازم شو؟ لك لو متاخر بجيتي دقيقتين بس على هداك البيت كنت هلا مرمي بالحبوس يا غبي. ليش شو عامل انا لحتى انسجن؟ قتلت حدا ولا سرقت مثلا؟ صارت قصه السهره كمان برا البيت جريمه؟ روح اسال رفيقك اللي بتحبه كتير واللي كان عم يهرب من الحفله. فرشيد هو اللي كان عم يهرب؟ لا اله الا الله. لك أنا قاعد عم ستر عليك وقول للناس عامل حادث حتى غطي على فعلتك السودة هاي وما سود وشك، وأنت قاعد بتقول ما عملت شي ولا بشو غلطان؟ أنت قديش مخبص لحتى وقعت؟ كيف وقعت بإيدين هيك ناس وسخين؟ احكي لي خلصني. يا أبي صدقني مو متذكر أي شي. إيه طبيعي إنك مالك متذكر شي، كنت مخبص لدرجة إنك ما بتتذكر شي بنوب. بس أنا راح بذكرك بعدين كل شي بوقته. ليش مو هلأ؟ احكي أبي. أخ بس من حظي، أخ على عمري اللي قضيته ماشي الحيط الحيط ويا ربي سترة لحتى ربي أولادي من تعبي وعرق جبيني، وآخرتها يجي زبوني يدق لي اللي ابنك قاعد بهيك مكان ومع هيك ناس وسخين. إذا أنت شايف السهرات والطلعات عيب فأنا ما بشوفها بهالطريقة. مين قالك إنه السهرات والطلعات والرفقات عيب؟ أنا حكي عن الشرب والتعاطي والسم الهاري اللي بياخدوه، هذا هو العيب بذاته يا أستاذ. صح هالشي كيوان؟ آه. شو اللي عم تتعاطاه؟ شو؟ عم اسألك شو اللي عم تتعاطاه؟ منى شوفي لي شو قصده من هالحكي. طيب ماشي انت واحد نظيف، قبلان ارفع لي كمك لشوف. ليش؟ انت بس ارفع لي كمك. انا حكي كذب، انت بس ارفع لي اياه. ليش خايف؟ تفضل. مو هي التانية. تكرم. شو هي؟ ابرة هي ولا مو ابرة؟ شايف ليش أنا معصب؟ وصلي معك القصة للقبر؟ أنا هيك ربيتك؟ الله يعتمني إياك وأخلص منك. الله ياخدك، الله ياخدك ويريحني. ولي على حياتي ولي على حظي أنا بهالدنيا. بابا امبارح انا شفت الابره بعيني وشفتي كيف معلمه بايده، بقى قصه شو لسه؟ طيب كل شيء واضح. اللي شو نتيجه التحليل والدكتور شو قال؟ الدكتور قال يمكن بالسم الهاري اللي عم تعطاه اكس ميكس ما بعرف. اللي نتيجه تحليل المخدرات شو طلعت ايجابي او سلبي؟ منى علامه الابره يلي بايده اكبر دليل. ايه هذا مو حكي كمان. ليكي خلص انا رح طقمن هالصبي وعمايله. بابا هالولد طول عمره بحاله وآدمي وماله بحدا، هالليلة إجا ينبسط فضحكوا عليه. صح هو غلطان بس أنت كمان لا تزود عليه، إن شاء الله أزمة ومريت وما عاد يعيدها. إيه طيب هالإبرة شو بتسميها؟ خلاص بابا الله يوفقك، روق شوي. أنا بقول لعلي رضا إنه يجي ويقعد شوي ويحكي هو وياه. يا سيد كيوان. يا سيد
يا سيد عم حاكيك، لوين رايح؟ لوين؟ أنا معه، خلص أنا بصفي الحساب، تفضلي. على السيدة نيك فارور التوجه إلى قسم الطوارئ. شفتي كيف؟ شفتي؟ على السيدة نيك فارور التوجه إلى قسم الطوارئ. ايه هيك زابطة كتير منيح يا عمو. ايوه قعدتك زابطة كل شي تمام. طلعي بإصبعتي هون، برافو، يلا بتسمي بتسمي، ممتاز. ايوه تمام، 1 2 3 شكرا كتير. طيب خلينا ناخد واحدة تانية. طلعي هون. ايه لعندي لعندي، وين ايدي؟ ايدي انا. ايوه يلا بتسمي لشوف. ايوه اكتر اكتر، يلا بدي شوف سنانك الحلوين. ايوه ممتاز، 1 2 3 أهلين، تفضلوا شوي لبرا، أنا هلا بجي لحتى أكتب لكم الفاتورة. أنت ليش هربت مبارح؟ مين قال لك إني أنا هربت؟ جاوبني عم أسألك. طيب شو كان لازم أعمل يعني؟ ما بعرف كيف أبوك طلع فجأة قدامي وبلش يصرخ علينا. كان بدك يعني يضل حتى يشوهني؟ بعدين كان في دورية شرطة وبظن إنه إجت لمت الكل. لو كنت محلي ما كنت هربت أنت كمان؟ الله لا يوفقك، بتقوم تتركني وبتهرب يا ندل. لك عيني عم قلك إنه أبوك كان على الباب هنيك فجأة، شو عمل لك يعني حطك بهليكوبتر وطير فيك؟ كنت وقف وشوف هالبني آدم اللي واقع على الأرض وغميان إذا ميت ولا عايش. لك أنت بني آدم. كيوان حبيبي الحق عليك، أنا شو لي علاقة بكل اللي صار؟ قد ايه قلت لك كيوان انتبه، كيوان لا تكتر لا تقل. فعلا نحن علمناك الشحادي قام سبقتنا على البواب. لك انت حبت سيتامول بتنيمك يومين، شو اللي طلع براسك مبارح؟ فهمني. ما كنت واعي على حالي ووضعي كان سيء، اغميت وخبصت، انت بصير تروح وتتركني؟ هاد شو لكان؟ على شوي كنت رح تقتلني حضرتك مبارح. شو هاد؟ يعني عن جد انت مو متذكر شو خبصت مبارح ولا متذكر انك كنت رح تموتني من القتل؟ لك انا بالدفش والشحط قومتك من عند هدوليك الحشرات وانت تعيط تضربني وتقلي تركني وبعد عني، مو متذكر انك مبارح بهدلتني قدام العالم؟ حبيبي كيوان لازم تعرف انه كل شيء عملته بالسهرة هنيك انا مالي علاقة فيه بالمرة. انا مو متذكر اي شيء حياتي، ما عاد فكر اخذك انت وامثالك على هيك سهرات وقصص لانه حضرتك وجعت لي راسي. وهداك امير الاهبل قال لي ونبهني انه لا تاخده بيعمل لك وجع راس هنيك وما صدقت واخذتك. شو هاي؟ شو هاي؟ هاي محل إبرة. طيب أنا مبارح أخذ إبرة كمان؟ لا. لكن هاي من وين إجت؟ مو أنت اللي كنت موجود معي قبل ما يجي أبي؟ كيف لكان؟ بس كمان ما كنت موجود لآخر لحظة، كان الشاب اللي اسمه شهرام معك. مين بيكون هاد شهرام؟ تحرك انت وياه. ميت اهلا وسهلا، لك طولتوا هالغيبة، بعد زمان اشتقنا لهالمناظر. هالمرة نحن اجينا مخصوص مشان نشوفك حبيب قلبي. نحن اشتقنا لك وحياة الغوالي. بلا وقاحة انت ويا مشو، تحركوا. انت هي اول مرة؟ تعالوا هون احكي لي لشوف وين علقت. نعم. قصدي وين كنت لما لقطوك؟ سهرة من هالسهرات. وبتتعاطى مخدرات؟ هلا انت جد شايفه لهاد وجه هالوجه؟ انت لا تفتح تمك. قديلك بتحشيش؟ شهر او شهرين. لا والله كثير صدقتك. وبهالشهر شهرين قلبت فورا على الابار؟ كنت بتعاطى، بعدين وقفت شي سنه وهلا رجعت.
اها هيك لكان. قال لي عندك شي مرض؟ وانتو كنتوا مع هاد؟ سيك هي. شو هاد؟ هاد زيت خروع. برجع. على الحجر الصحي. مرحبا منى، كيفك؟ مانو بالبيت؟ دقيت كتير ما رد علي. ها ليك ورد لحظة بس شوي. كيوان حبيبي افتح لي الباب. كيوان؟ يا كيوان؟ شو وينك؟ شوف شكلك، شوف ما بدك تسلم؟ أهلا وسهلا. أهلين وسهلين. شو هاي الحالة اللي أنت فيها؟ قوم حرك لي حالك يلا. تركني بحالي. شو اتركك؟ هاي غرفة لكان؟ إذا ما أختك أو خالتك رتبوا بحياة عمرك ما بتمد إيدك على شي بهاي الغرفة وبتخليها كلها مكركبة هيك. شو هاي الغرفة؟ كأنه صاير شي انفجار فيها. الحق عليها الله يرحمها دللتك وما علمتك كيف تتصرف. هلا حضرتك جاي تنصحني وتعطيني مواعظ يعني؟ لا مو هيك. هلا مو وقت المواعظ لأنه خلص ما بقى تنفعك. شو قال مبارح انت مخربط الدنيا؟ ايه والله واشتهيتك معي كمان وصرت مدمن وهي ليك العلامة. كيوان شو القصة؟ احكي لي شو صاير. شو بيعرفني؟ في واحد تافه بالسهرة ضربني إبرة وطبعا أبي مسكها وعمل منها قصة كتير كبيرة. طيب عرفت مين هو؟ واحد من ضيوف السهرة. يمكن فكر اني رح اتحسن. كيف يعني تتحسن؟ ليش انت كنت تعبان يعني؟ ما بعرف بالتفصيل وما عم اتذكر شي عن اللي صار. بالمختصر ضربني ابره وانا فقدت الوعي. كمان ما بتعرف شو عطاك؟ شو هالحكي؟ شي سيء اكيد لانه خلى ابي جن بهالطريقه بالمشفى. انت متاكد انه وضعك صار سيء بسبب هاي الابره؟ بقصد لما غميت. طبعا متاكد، انا ما عملت شي ابدا. طيب اذا انت متاكد انا فيني تابع الموضوع ونرفع عليه دعوه كمان ونحبسه لانه مو من حقه يتصرف معك هيك ويعطيك ابره. واشتكي عليه من شان شو هلا؟ الشرطه مسكت الكل. كيوان كيوان عندك كل شغلة بتخلي الواحد يحتار فيك. إلك كم سنة مكتئب بسبب وفاة أمك وقعدت بالبيت وحبست حالك وبعدت، وهلأ مرة واحدة وفجأة رميت حالك بسهرة ما بتعرف لمين ولا شو بيعملوا فيها ولا أنت مع مين سهران ولا هن شو بيعطوه. إيه ما في حظ. لا حبيبي في حظ، اللي صاير معك أنه ما عندك عقل. يلا قوم قوم غير ثيابك لازم نروح. لوين؟ عبيت خالتك نيرة، الكل هنيك. يلا اتركني علي رضا، أنا مالي مراق لهيك عادات أبدا. انت ليش هيك عم تعمل؟ قوم غير ثيابك لازم نمشي، مو حلوه خصوصي انه بنت خالتك رجعت من برا بعد سنين. امبارح حملت حالك ورحت مع الزعران هدول واليوم كل الناس دقت لك على موبايلك وحضرتك ما رديت على حدا. شو بدك تفكروا؟ يلا خلصني خلينا نروح. ماما مين هي؟ هي صديقتي ماما. وهي من وين؟ افريقيه، من افريقيا الجنوبيه. انت قصدك انها بتكون زنجية؟ ايه زنجية، بس انت ليش مستغرب هيك؟ شو الكل لازم يكون مثلك ابيض؟ مبينة كتير ظريفة. ايه ماما جد هي كانت كتير حبابة، لو ما كانت معي ما بعرف شو كنت عملت لحالي. رح اشتاق لها كتير. ليش انت اساسا بتشتاقي لحدا بالدنيا؟ سهيل Thank you.
أنت منيحة؟ شو اللي صاير؟ ماما شو بهن هالولاد؟ ليش شوفي؟ حاسستن مو مبسوطين بشوفتي بالمرة. كيف مو مبسوطين؟ شو هالحكي هاد؟ قديه كنت مفكرة وأحلم بس أرجع على إيران، إنه رح يبسطوا فيني كتير ويفرحوا بشوفتي بعد هالسنين ويحبوني. ليش حدا حكى شي؟ هاي المشكلة، ولا بيحكوني أي كلمة. تخيلي سهيل ما بيخليني حتى ضمه، بيجاوبني على أي سؤال بالغصب، لا وكمان بيسمعني حكي. لا تشغلي بالك حبيبة قلبي، لأنه كله رح ينحل أكيد. أنتي روقي وعطيهم شوية وقت، يعني معهم حق هالمساكين. كيف يعني؟ ليش أنا شو اللي عملته؟ عادي، إلك سنتين ثلاثة غايبة، بيكونوا زعلانين. ليش رحت وسافرت كل هالسنين بكيفي؟ ولا كنت طالعة سياحة لغير بلد يعني؟ ليش ليزعلوا مني مثلاً؟ ما نون زعلانين. هلأ قلتي إنه زعلانين؟ فهميني، هدول أولاد هنن ما بيعرفوا شو اللي كان صاير بالضبط، هنن بيفكروا إنك تركتيهن ورحتي. عم تقولي إني تركتهن ورحت؟ ماما وأنتي كمان بتفكري إني تركتهن ورحت؟ يعني بتشوفيني إنسانة عديمة المسؤولية؟ أنا إمتى حكيت هالكلام؟ شو بك بنتي، شو ما عم تتذكري؟ مو أنا اللي زبطت وضعك وساعدتك لتروحي؟ إيه بتذكر طبعاً. كيف لكان مو أنتي خفتي ياخدوني على مشفى المجانين؟ لك شو بك؟ خدي بنتي، يلا كلي من ايدي، هاي اخر وحده، يلا كلي. تفضل استاذ حسين. يسلموا ايديكي، شكرا، ممنونك كثير. شريف تفضل اقعد معنا. لا كثير طيب، مرتاح. الف صحه وهنا. يلا نرجع ناكل. اهلا وسهلا. يسلموا هالايدين. بتعرفي لو انت ضليتي لسه إيديكي سنتين ثلاثه كمان كنا نسيناكي على الاخر، ما هيك؟ يسلموا ايديك ما شاء الله. شكرا. شوفوا لي بقى هالابن خالي الفهمان كثير شو قال. ايه اصلا انت تركتينا ومشيتي ثلاث سنين وهلا بدك تطلعي اخي مو فهمان. صبر شوي، شو صار لكم؟ خلي المره ترتاح وبعدين بلشوا فيها. ما تخاف عليها ابدا، هي بتقدر تلحق على الكل وبتجاوبكم كلياتكم مره واحده. ايه ماما انت كمان؟ شو حكيت انا؟ يعني انا عم كذب؟ ماشي خليكن هيك كلكن ظالمين. تسلميلي إن شاء الله، عن جد هي مظلومة. ست براءة يلا اعترفي. ست منى طيب ماشي، وإذا أنا علقت على شغلة ليش أنتو كلكن هجمتوا عليها؟ وقلي حضرتك ليش ما أجيت معهم على المطار؟ صدقيني كنت بدي إجي، بس صارت معي شغلة وتلبكت فيها شوي. اي صح، أنا سمعت أنك كنت مشغول مبارح، بس يعني ما كان فيك هالليلة تأجلها عجيتي؟ لا تعمل هيك بحالك، لأنه رجال المدمن ما بيعطوا مرة. اهدا كيوان. عفواً بس ليش هلأ أنت انزعجت من حكي؟ عم امزح ما كان قصدي شي. لا أبداً، ليش لحتى انزعج يعني؟ طيب بالإذن خليني روح جهز العشاء، تعي معي. علي رضا، ترجع تشرح لي كيف نحن فينا نشتكي؟ شكوى شو؟ قصدي عهداك اللي ضربني الإبرة. تكرم، عم فكر إني اشتكي عليه. يعني غيرت رأيك؟ إيه، ليش ما شفت كيف الست منى بهدلتنا على اللي صار؟ هلأ براءة بتفكر إنه صاير شي شغلة. إيه وتفكر؟ هلأ براءة كتير مهم لألك شو بتفكر؟ إيه طبعاً مهم رأيها. يعني كيف بدي اقنع عقوب؟ شو احلف لك انه انا ما بعرف كيف وامتى هالرجال ضربني هديك الابره واني ما بعرف اي شيء عنها؟ هيك اسوأ.
لأنه أنت بالأصل ما كان لازم تروح على هيك مكان وسخ. وساخت شو كانت سهرة عادية؟ خلصنا بقى، بدكم تضلوا تتناقشوا للصبح هيك؟ خلص. لأنه يا خالتي حكيه هاد كله مو صح، أنا صاير مثل اللي عم يتعاقب على شيء ما أنا عامله. اسمعني يا أخي، لا تاكل هم ولا على بالك. ليك اسمعني، إذا أنا لازم أقعد ناقش أبوك حبيبي كيوان، لازم نضلنا قاعدين للصبح عم نتناقش. ليش لا تقعدي؟ إيه لأنه ما كان ناقص بالمستشفى إلا يسلخني كف أنا التانية. إيه صحيح أستاذ حسين؟ شو إلك شغل مع أمي؟ لا يا بنتي هي عم تمزح. لا أبداً أنا ما عم بمزح، وكأنه نحن مالنا أهل أو غريبين عن بعضنا. بالأول كذب علي وقال إنه كيوان عامل حادث وأخدوه على المستشفى، وبعدها بيقلي وهو معصب لو سمحتي امشي من هون فوراً يلا وتركينا بحالنا. هلأ أنا يلي حكيت هيك؟ أصلاً أنا ما بحكي بهالطريقة. كيف لكن؟ حكيت هيك مثل ما شرحت لك. خلص بكفي بقى اليوم العزيمة على شرف الست براءة، إذا بدكم تضلوا عم تحكوا رح تنسوا العشاء. يلا تفضل سيد كيوان. لوين؟ يلا تفضل صالح أبوك. مو مستاهل. خلص مو مستاهل يا سيد كيوان. ما بيصير هيك، هذا أبوك لازم تصالحه. يلا بقى صالحه. شو بقى ليش برافو عليك هيك صح. برافو. كنتم غلطانين معي بكرة بتشوف. أخي خلص أنا اللي غلطت. يلا تفضلوا تفضلوا. يا الله. لا بابا أنا اللي حكيت هيك بوقتها، صدقني ما صار شيء ابدا. طيب امتى بتجي؟ بياض اسرع. مين اسرع؟ مين بياض اسرع يا اولاد الكل يجي على العشاء. هترتامي خدت لمن توديديك.